مرحبا بك سيدة ناهد. أهلا وسهلا، أهلا بكم. بداية سيدة ناهد، بدأ أن المتظاهرين استجابوا لدعوات اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين وملأوا الساحات، كيف تبدو ساحة التحرير اليوم وأنت هناك؟ نعم، ساحة التحرير احنا طلعنا من أجل مطالب وهي استعادة الوقت. نازل عيني. ما نزال مصرين ومستمرين بثورتنا، وإن شاء الله ما نتراجع، وأريد استعادة الوطن من الفاسدين وتحريره من الاحتلال. نعم. وتحرير الوطن من الفاسد، من الكتل والأحزاب الفاسدة، وهدفنا استقلاله. نعم، نسمعك سيدة ناهد، تواصلي معنا، نسمعك. احنا مستمرين ومصرين، رغم انه طلعوا جهات اخرى طالب بهذا اخراج المحتل، بس احنا نقول لهم العراق محتل من كل الجهات، من دول الجوار وعلى رأسهم إيران، وأيضاً من أمريكا. هو من اللي جاب الاحتلال علينا؟ مو هم اللي جابوا الصدر، اللي مجموعة اللي تابعة للحكومة ويشكلون جزء كبير من الحكومة، وهسه اليوم وهسه منقلبين على الحكومة ومنقلبين على الوضع، ويسمون أمريكا المحتلة، ويردون يطلعون أمريكا. هي مو بس أمريكا اللي احتلتنا، أمريكا أنتوا اللي جبتوها، انتوا اللي احتليتوها، واحنا سمونا ابناء السفارات، واحنا العملاء، واحنا الخونه، طلعنا هسه حاليا ابناء السفارات والخونه. هو انتوا اللي جبتوا المحتل، وانتوا اللي جبتوا ايران علينا وامريكا وكل دول الجوار اللي تنفذ اجنداتها ضدنا. نعم. وهسه طلعتوا انتوا الوطنيين، واحنا العملاء والخونه. تفضل. طيب سيده ناهد، كما تعلمين قوات الحكومه وميليشياتها هاجمت المتظاهرين في ساحة الطيران وسريع محمد القاسم، كيف بدأ صمود الثوار أمام هذه الهجمات؟ وهل كانت هذه الهجمات تمهيدا للتظاهر التي دعا إليها مقتدى الصدر والميليشيات برأيك؟ لا يعني احنا بالنسبة للميليشيات والتظاهر اللي دعا إليها الصدر، احنا مو وياها، لأن هم الصدرين هم مو جزء من الحكومة. زين، اذا الحكومه تظهر ضد الحكومه، احنا قاموا الظهر ضد الحكومه، ضد الكتل والاحزاب، احنا جابنا عليهم، وهم وهسه يسمون العملاء. احنا لا، احنا طلعنا ضد هاي الحكومه، والاعمال الاجراميه اللي تقوم بها، القمع والاجرام اللي تمارسه الحكومه ضد الكائرين على جسر محمد القاسم. قاسم ما هو الا جريمه، واحنا ناشد الامم المتحده بل ندعوها ونقول لها بصراحه انت مقصره تجاه الشعب العراقي، ماذا تحمينا؟ احنا هسه المعسكر الدولي مطالب ان يحمينا. احنا نطالب بحمايه للمتظاهرين. يعني ست ناهد، انتم ما زلتم صامدين وما زلتم في ساحات التظاهر وساحات التحرير، اليس كذلك ست ناهد؟ اي موجودين. طيب، يعني في ظل ست ناهد، في ظل التظاهره التي دعت اليها الميليشيات وبالتحديد مقتدى الصدر، التظاهره كما مثل ما تعرفين، يعني التظاهره ما بقت، يعني ما طولت الا ساعه واحده، مو ست ناهد؟ الا يدل ذلك على فشل الدعوه؟ مو يدل على فشل دعوتهم لهذه التظاهره؟ اكيد فشل دعوتهم، لكن ما عاد حكوا حكي كبير، يعني حتى ان اعترضت عليهم، يعني ترامب انتقدهم. نعم. يعني انتوا شنو بوظتوا ايد امريكا وجبتوا لي المحتل علينا، وهسه انتوا تنقلبون، يعني يتقلبون تقلب الطقس بالمواقف. ما يصير هالشكل، انتوا سياسيين فاشلين، كل نظرة سياسية صائبة ما عندهم، يعني متخبطين حتى بمواقفهم، كل ما هنالك يمتلكون القوة والسلاح ويقمعونه.
طيب في ظل امتلاكهم ستناهد، يعني في ظل هذا القمع وامتلاكهم للقوة والسلاح الأمني يعني من قبل القوات الحكومية والميليشيات، والذي يصاحبه أيضا ألاعيب سياسية من الكتل والأحزاب السياسية، إلى أي مدى يعني أنت تشوفين ستناهد أن الثوار سيحققون أهداف الثورة كاملة؟ الصمود هو اللي يصنع النصر، الصمود والإصرار على المبادئ هو اللي يصنع النصر. هم حكومة وإحنا هي شيء متظاهرتهم، حكومة تتظاهر على نفسها، يعني أقول حكومة تتظاهر على نفسها، ليش تتظاهرون؟ أنتوا حكومة تتظاهرون ضد من؟ تتظاهرون ضد الشعب، يعني حكومة تتظاهر ضد الشعب، هو هذا تفسير للموقف، والكل يتكلمون به، يعني حكومة تتظاهر علينا. واحنا مصرين ان شاء الله، واللي يصر على المبدأ لازم ينتصر بالله. بالاخير والحق دائما ينتصر على الباطل. نعم، بكل تاكيد وصلت الفكره. السيده ناهد احمد الناشطه المدنيه كانت معنا عبر الهاتف مباشره من العاصمه العراقيه بغداد.